أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل إذا خرجت المرأة لحضور الدروس العلمية والتفقه في أمور دينها مع محاولتها الحفاظ على أمور بيتها وأولادها قدر الاستطاعة، هل تكون بذلك مطبقتهم للأولى؟ وهل القرار في بيتها أحسن لها؟ وهل سماعها للعلم من خلال الأشرطة أفضل لها؟ وكم مرة تخرج المرأة في الأسبوع لأجل هذا الغرض؟ خروج المرأة لأجل حضور الدروس أو الصلاة مع المسلمين في المساجد إذا لم يترتب عليه ضرر فلا طيب، ما إذا ترتب عليه أنه ضيع أولادها تتركهم، أو ترتب عليه أن زوجها يغضب عليها، يعني ما يجوز لها الخروج من بيته إلا بإذنه، إذا كان زوجها يغضب ولا يرضى بالخروج ما يجوز لها تخرج. أما إذا خلى من المحاريم صار مصلحة راجحة حضور الدروس وحضور الصلاة مع المسلمين هذا شيء طيب، وبشرط أن لا تخرج بالزينة أو تتعرض للفتنة، ويكون طريقها إلى المسجد مأمونا ليس فيه فتنة وليس فيه، لابد من هذه الاعتبارات.